عليكم طلاب الصف التاسع الغوالي، الله يعطيكم العافية. معكم الأستاذ منير. حاب طبعا أشكر جزيل الشكر لأكبر مدير في الأردن، مدير مجموعة الصف التاسع، مؤمن الشرمان، الله يعطيك العافية مؤمن. شكرا إنك صورت لنا المادة، مأجور إن شاء الله، الله يجزيك كل خير. كمل معاكم الوحدة الرابعة من كتاب الأكتيفيتي النشاطات، الفصل الثاني، موديل 4. If you are happy، إذا أنت سعيد، write about it، اكتب حوله أو اكتب عن السعادة. First section، القسم الأول، vocabulary، مفردات. Match words and phrases from each column to find the definitions of the words in the first column. Then write the definitions. إذا وصل الكلمات والجمل في كل عمود لتجد التعريفات للكلمات الموجودة في العمود الأول، ثم اكتب التعريفات. الآن مثلا عندنا كلمة primitive، relating to، تتعلق أو تنتمي إلى أو تتعلق ب، the earliest times in history. تمام؟ إذا primitive معناها هي تتعلق بالأوقات البدائية في التاريخ أو الأوقات المبكرة في التاريخ. تمام؟ clay فخر. طبعا لازم أحط بعد كلمة primitive أو بعد كلمة clay لما بدي أعرف عليهم، لازم أحط كلمة means أو أحط كلمة is. تمام؟ يعني مثل العربي لما أحكي أنا مثلا بدي أعرف كلمة الفخار، فبحكي الفخار هو كذا، الفخار تعني كذا أو يعني كذا إلى آخره. نرجع تاني. طيب clay فخار. طيب إذا soft طري، wet رطب، earth من الأرض يعني. تمام؟ used for making pottery. تمام؟ إذا الفخار طري ورطب من الأرض يستخدم لعمل الفخار. تمام؟ اللي هي الآنية أو القدر اللي بيكون من الفخار. تمام؟ إذا طبعا بركز على كلمة pottery، بخفف التي لما تكون دبل تي دائما بخفف، فبحكي باتري باتري، يا دوب بتطلع، اوعى تحكي بطري مثل المصاري، يعني ممكن تنعدم عليها. لو حكيت باتري مقبوله، تمام، بس خفف التي كلفظ صحيح، باتري باتري الى اخره. efficient كفو، being effective، being effective ان تكون فعالا. اذا efficient is being effective. تمام؟ without wasting time or effort، من غير إضاعة الوقت والجهد. messenger رسول. إذا a person شخص who delivers messages as a job، اللي بوصل رسائل كوظيفة. to communicate يتواصل. إذا to exchange information or ideas. إذا to communicate is to exchange information or ideas، يعني لتبادل المعلومات أو الأفكار. تمرين رقم 2، grammar، قواعد. first conditional، الشرط الأول، choose اللي هي القاعدة الشرطية، choose the correct answer to complete these sentences، إذا اختر الإجابات الصحيحة لإكمال هذه الجمل. mom won't يعني will not، هي معناها will not. تمام؟ will not drive us to school if. تمام. الآن عشان أعرف شو الجواب، دائما إذا كان القسم الأول فيه will، القسم الثاني بيكون مضارع عادي. طيب القسم الأول كان مضارع عادي، القسم الثاني راح يكون فيه will. تمام؟ طبعا ممكن أستخدم بدل will may shall should، هدول كلهم ممكن أنا شو أستخدم بدلهم. تمام؟ بدل will. mom won't drive us to school if، يعني ماما لن، سوف لن تقودنا إلى المدرسة، يعني ما راح تسوق فينا السيارة أو تودينا بالسيارة إلى المدرسة. if we don't ask her. تمام؟ إذا ما بنسألها. تمام؟ يعني إذا ما سألناها ما راح توصلنا. طيب الآن عندنا الفعل، هون في عندنا we won't، طبعا غلط. ليش we won't؟ لأنه القسم الأول we won't. تمام؟ إذا القسم الأول كان will، القسم الثاني تكون مضارع عادي. تمام؟ إذا الفعل ask عشان أنفيه لازم أضيف له don't. ليش أخذ don't ما أخذ does؟
لأنه عندنا وي، وي من ضمائر الجمع. إذا السريع هي وشي وش هي وشي وإيت راح ياخذوا does معروف. انتهينا. If you hurry up إذا تستعجل you يلا ها في عندنا will هون لا معناته مضارع القسم الثاني بيكون في will. If you hurry up إذا بتستعجل you will come with us سوف تأتي معنا تمام. يلا I will travel abroad this summer if عندنا will معناته شو الجواب هون في عندنا will هون في عندنا pass واضح انه راح يكون pass. I will travel abroad this summer if راح اسافر برا هذا الصيف if اذا if I pass all my exams سوف اسافر اذا انجح في كل الامتحانات تمام. If you finish your homework اذا تنهي امتحانك you go ها you go مضارع you may go مبين انه may استخدموها بدل will يعني ربما تذهب او ربما سوف تذهب الى المسرح تمام. اذا بتخلص واجبك ربما تذهب الى المسرح واضح انه ربما عم نتكلم عن شيء مستقبلي تمام. اذا في عندنا القسم الاول مضارع القسم الثاني ما راح يكون مضارع هي خطا فراح يكون may go تمام. If you want to succeed او راح تروح المسرح اذا ما ترجمنا if you want to succeed in life اذا اردت ان تنجح اذا تريد دائما بحكيها بالماضي لان احنا من العربي متعودين نحكيها بالماضي اذا تريد ان تنجح في الحياه you should listen to your parents تمام. You will listen to your parents. طيب اذا تريد ان تنجح في الحياه تمام. لاحظوا الان في عندنا will وعندنا should. طيب will الان انا واضح انه بستخدمها لامر مستقبلي تمام. لكن الان should احنا بنستعملها للنصيحه. ولاحظوا الجمله اذا بدك تنجح بالحياه you should listen to your parents يعني عليك ان تسمع لابائك او لوالديك تمام. اذا واضح انه نصيحه فراح تاخذ should تمام. تمام يعني ان شاء الله انه واضح. Second section القسم الثاني grammar first conditional complete the sentences with the correct form of the verbs from the box. يلا نكمل الفراغات. سفر يعاني walk يمشي write يكتب get يحصل book كتاب. طيب الآن نفس القاعدة if you إذا if you walk everywhere instead of taking the bus يعني إذا مشيت أي مكان أو في كل مكان بدل من أخذ أو الصعود إلى الباص تمام you will be protecting the environment تمام راح تكون عم تحمي البيئة يعني على مدار الوقت. طبعا لاحظوا هون استخدموا will be protecting ing هذا بسموه مستقبل المستمر طبعا بعدين بتاخذوه إن شاء الله لكن بحكي عن حالة في المستقبل بتكون فيها استمرارية يعني أنت إذا اتبعت هالطريقة الجو راح يضل يتحسن في المستقبل تمام يعني مستمر التحسن. طيب إذا هون أول شيء استخدم مضارع if you walk إذا تمشي كل مكان بدون ما تأخذ باص you will سوف يعني إذا كان القسم الأول مضارع القسم الثاني will المستقبل. If you buy two books إذا اشتريت كتابين you will get another for free راح تحصل على الثاني ببلاش تمام. إذا if you buy القسم الأول buy الثاني راح نضيف له will إذا القسم الثاني راح نضيف will مع كلمة get سوف تحصل. If you book your flight early, you will often save money. إذا تحجز book معناها يحجز. وبتيجي معنا كتاب بطاقة تمام. If you book your flight early, إذا حجزت رحلتك يعني رحلة طائرية مبكر, you will often save money. غالبا سوف توفر مالا. If you write a letter to your friend, it will take time to get to him. إذا تكتب رسالة إلى صديقك سوف تأخذ وقتا لتصل إليه. إذا القسم الثاني والقسم الأول مضارع نفس الشيء هون. القسم الأول مضارع القسم الثاني وال. If I stay in the sun too long إذا بقيت في الشمس طول الوقت أو يعني إذا مدة طويلة I إذا I stay مضارع راح أضيف I will وشو الفعل اللي عندنا هون I will suffer from a terrible burn إذا أمكث في الشمس طويلا راح أعاني سفر يعاني من حروق أو حرق رهيب تمام.
يلا نحلل الجمل. Write five sentences using the first conditional. اكتب خمس جمل استخدام الشرط الأول. You hear me better, turn down radio. طيب عم بحكي له You will hear me better, سوف تسمعني جيدا, if you turn down the radio, إذا وطيت الراديو راح تسمعني, سوف تسمعني أو سوف تسمعني جيدا إذا وطيت الراديو. طيب عندنا هون We not protect environment, لا نحمي البيئة. Many species die out, العديد من النباتات أو الأنواع تمام سوف تموت. فشو راح يكون الجواب؟ إذا أول شيء ببلش if تمام, خلينا نحط 2 if not protect, في عنا we جمع ولا مفرد؟ جمع, فراح تاخذ don't. If we don't protect the environment أو environment مثل ما هم كاتبينها, we don't protect environment, إذا ما بنحمي البيئة تمام فاصلة, many species العديد من الأنواع أو الحيوانات أو يعني species بشكل عام أنواع النباتات والحيوانات will die out, سوف تموت. إذا استخدمت القسم الأول مضارع, استخدمت القسم الثاني ال المستقبل. ليش؟ لأنه النباتات راح تموت في المستقبل, إذا الحماية لازم تكون حالية في المضارع تمام. نروح اللي بعده 3. طيب you eat an apple every day تمام, لاحظون في every day فالسريع راح أعرف من المضارع تمام. تأكل تفاحة, إذا تأكل تفاحة كل يوم سوف تكون صحيا. إذا أول شيء لازم حط الإف الشرطية, إذا إف بعدين بنزل يو بعدين الفعل مثل ما هو eat an apple every day تمام زي باشا فاصلة. If you eat an apple every day you لان بي شو بتصير؟ حط لها will بس, you will be very healthy. أسهل من كده مفيش وربنا. 4 you تمام الآن عنا not pass your exam, تنجح في الامتحان. واضح انه النجاح في الامتحان راح يكون امر مستقبلي تمام, الدراسة الآن تمام. فعم بحكي له سوف لن تنجح إن لم تدرس, فمنقول له يلا أول شيء بنحط يو صح, ما في مشكلة ما بنحط اف اف يو نشوف انا والله بلشت ادخل كل شيء بعض. طيب يو ويل نوت او يو وونت, ممكن نختصر ويل نوت لا وونت تمام, يو وونت باس يور اكزام تمام. حط فاصلة الجملة الثانية if you. طيب not study كيف ننفيها بالمضارع؟ بنضيف لها don't. طيب إذا كانت شيء مثلا راح نضيف doesn't تمام, على سبيل المثال وما راح تضبط لأنه في يو بالأول. if you don't study, إذا المفرد بياخد does والجمع بياخد, المفرد بياخد does والجمع بياخد do. نكمل الجمل. خمسة you not become astronaut you not study hard, يعني ما راح تصير رجل فضائي إذا ما درست جيدا. نفس الشيء you منضيف لها will not become تمام astronaut. طبعا هون لازم نضيف لها an astronaut, an astronaut if you don't study hard تمام. اذا an اداة نكرة مثلها مثل الا بس نستخدمها لما يكون في حرف علة هون تمام. الاداة النكرة تدل على عدد واحد تمام. طيب Alice will get good grades if she listens the teacher تمام, اذا راح تحصل على علامات جيده اذا بتستمع لمعلمه تمام. اذا نحكي Alice will get good grades if, نحط فاصله ما في مشكله, if she, حتى لو حطينا فاصله ما في مشكله, if she listens طبعا ليش اخذت listens حطينا لها اس لانه مفرد, شيء مفرد بدنا نضيف للمضارع اس.
if she listens. طيب the teacher ممكن إذا هي تسمع المعلم أو to the teacher إلى المعلم ما في مشكلة لو حطيناهم تنتين صح، لكن to the teacher أفضل. طيب هون في عنا إحنا the environment، حط the environment البيئة فاصل مقربة إلى آخره عشان ما يعطينا علامة زرقاء. إذا كبر لكم الجمل عشان اللي ما شافهم شوفهم كاملين. هيك بنكون خلصنا التمرين. تمرين رقم 3 write sentences with sunny weather activities in one column and rainy weather activities in the other column. Use these suggestions in the box to help you begin your sentences. واو. طيب if the weather is sunny rainy tomorrow. طيب الآن عندنا هون sunny weather activities نشاطات الطقس المشمس تمام. الآن بدك تحكي إذا أنت إنه الشم إذا الطقس مشمس بكرة بدي أعمل كذا، هون بدك تحكي إذا الطقس ممطر بكرة بدي أعمل كذا. الآن عندنا هاي الجمل راح تستخدمها، اكتبهم لحالك. stay home and read a book، تمكث في البيت وتقرأ كتابا. go to the theater play tennis، تذهب إلى المسرح تلعب تنس. watch a documentary at home، أن تشاهد فيلما وثائقيا في البيت. documentary فيلما وثائقيا. play computer games معروفة. go shopping with my friends، تسوق مع أصحابي. go to the museum، الذهاب إلى المتحف. play football with my friends، لعب الكرة مع الأصدقاء. طيب الآن هون if the weather sunny tomorrow، إذا الطقس مشمس غدا. I will go to the theater، إذا حط I will وحط الجملة مثل ما هي تمام. الآن نفس الشيء if the weather rainy tomorrow، حط الجملة اللي هون I will stay home and read book، نفس الشيء. انت احكي if the weather weathers، طبعا هاي هون هذا فعل is تمام. if the weather is sunny tomorrow تمام، شو بدك تحكي؟ I will watch a documentary at home، I will play computer games. حط يا هون يا هون مثل ما بدك، تحط جملتين هون وباقي الجمل بدك تحطهم هون. طيب تمرين رقم 4 complete these questions and then answer them in your notebook so they are true for you. إذا أكمل هذه الأسئلة ثم أجب عليهم في دفترك على أن يكونوا إجابات صحيحة. what إجابات يعني حقيقة تمام، تحكي عن جواب حقيقي للسؤال. what will you do if it rains tomorrow تمام، شو راح تعمل إذا أمطرت إذا تمطر غدا تمام. لا عندك تجاوب على حالك تكتب if it rains tomorrow I will read a book، إذا تمطر غدا سوف أقرأ كتابا. طيب what civilization، قول فينا what civilization شو الحضارة تمام. الآن بدي أعمل سؤال تمام، أول شيء راح أضيف will بعدين راح أضيف الضمير اللي هو you. what civilization will you write about if the class تمام if the class does a project on writing تمام. إذا شو هي الحضارة التي سوف تكتب حولها إذا المدرسة أو الصف يعمل مشروع كتابة تمام. إذا دو في المضارع شو بدها تصير؟ does، بنضيف لها دائما المضارع بالمفرد بنضيف له as تمام. إذا راح يضيف لها هون as، وفي قاعدة تحكي إذا الفعل بنتهي بـ O أو X أو Y أو CH راح بنضيف للفعل ES تمام بدل as، فبتصير does، does بنضيف لها ES. طيب who يلا بعد هو شو راح يجي؟ will مباشرة، بعد will راح يجي الضمير you. who will you choose to work with on this project if you have work in pairs تمام. بحكي لك من سوف تختار، من سوف أنت تختار تمام، عشان ما ننسى الضمير بس خلاص نحكي من سوف تختار يعني لأنه تختار عائد على الضمير أنت. من سوف تختار للعمل على المشروع إذا اضطررت أو مش اضطررت أو إذا كان عليك أن تعمل مع شخص آخر تمام. in pairs يعني على شكل زوجي يعني اثنين كل اثنين مع بعض. طيب how will you know تمام، how will you know which computer to buy if you الآن ننفي ask تمام،
كيف بدنا ننفيها؟ في عندنا الضمير يو، الضمير يو لما ننفيه نحط don't. If you don't ask your friends، تمام؟ إذا ما بتسأل أصدقائك. كيف سوف تعلم أي كمبيوتر، أي كمبيوتر تشتري إذا ما بتسأل أصدقائك؟ تمام؟ What will you do if you want to be a professional footballer؟ ماذا سوف تعمل إذا تريد أن تصبح لاعبا محترفا؟ جاوب على هذه الأسئلة، تمام؟ في الكتابة. What will you get if you switch on the computer؟ تمام؟ شو راح تحصل إذا شغلت، تمام، الكمبيوتر؟ How much money will you spend if you go shopping with your friends؟ تمام؟ شو إذا شو المصاري، كمية المصاري اللي راح تنفقها إذا تذهب إلى التسوق مع أصدقائك، تمام؟ الآن بدك تجاوب على هاي الأسئلة، كتابك مكتوب on students own answers، يعني أجوبة الطالب نفسه، تمام؟ طبعا في عندنا ترجع ممكن هاي، فأنت مثلا شو راح تحكي؟ مثلا خلينا ناخذ What will you do if I want to be a professional footballer؟ طيب فأنت راح تحكي if، بدل you بدك تحط I، if I want to be a professional footballer، إذا بدي أصير لاعب كرة محترف، تمام؟ تمام، if I want to be a professional، إذا بدي أصير لاعب محترف، I will train hard، راح أصير أتدرب بجد، تمام؟ إذا if، نكتب لكم إياها سريع، if I will be a footballer أو a professional محترف، professional footballer، تمام؟ I will train very hard، سوف أتدرب بجد. وباقي الجمل على نفس المنوال. تمرين رقم 6 vocabulary corner، زاوية المفردات. read the clues، اقرأ الدلائل. 1 to 6 from 1 to 6 يعني من 1 إلى 6 and write the words in the puzzle، واكتب الكلمات اللي في كلمات المتقاطعة أو اللحجية. you're given the first letters، أعطيت، تمام، الحروف الأولى. يلا إذا عندنا أول كلمة scribe. إذا scribe، سكرايب حكينا شو بتفرق عن كلمة رايت؟ إنه اللي هي الكتابة البدائية لما كان يكتب على المخطوطات، على الفخار، على الحجارة إلى آخره، تمام. تمبل معبد، أنا إحنا نسينا، إحنا بنعطي المعاني بدون ما نقرأ. A person in the past whose job was to copy out official document، تمام. إذا شخص كانت وظيفته في الماضي، تمام، في الماضي وظيفته، طبعا هون هوز نستخدمها للملكية، تمام، هوز جوب اللي وظيفته، تمام، فهي الوظيفة ملك إله يعني كانت. was to copy out official document، تمام، كان ينسخ الملفات الرسمية أو المخطوطات الرسمية مثل ما بدي أسميها. a place of worship in ancient Egypt، إذا مكان للعبادة في مصر القديمة اللي هو التمبل، حكينا معاه. appropriate for a particular person purpose or situation، إذا مناسب شخص معين، هدف أو حالة، تمام؟ إذا رقم ثلاث، رقم ثلاث، رقم ثلاث، وين رقم ثلاث؟ صح، مالي شايف. طيب أتوقع هون suitable معناها، إحنا راح نكتب المعاني، suitable معناها مناسب. طيب symbols that represent words، طبعا هون مو مصور كامل. syllables or sounds and where، ما بعرف المكتوب هون. for writing in ancient Egypt، إذا رموز تمثل كلمات، مقاطع، أصوات، كانت أبصر شو كانت يمكن تستخدم. were used for writing in ancient Egypt، يعني كانت تستخدم للكتابة في مصر القديمة، اللي هي hieroglyphics، اللي هي هيروغليفية، تمام. a tall plant that grows in water and was used for writing on، إذا نبتة طويلة كانت تستخدم للكتابة عليها، تمام، اللي هي papyrus. papyrus اللي هو الورق البردي حكينا عنه. a person who delivers messages as a job، يعني شخص يوصل او يوصل المسجات اللي هي الرسائل كوظيفة، اللي هو المسنجر. what is word for number 7 write its clue، اذا شو هي الكلمة 7؟ communicate، communicate معناها to exchange information. write its clue يعني اكتب دلالتها شو معناها، تمام.
إذا أول شيء communication، بعدين نحكي شو التعريف تبعه، to share ideas أو information. تعال نتأكد من الانترنت. تمام، أنا حاط هون ثلاث غلط طبعا، هي كانت سبعة، بس خلينا نشوف communicate ترى شو رقم ثلاث. نعم ثلاث، إذا حكينا مثل ما حكينا suitable، إذا suitable معناها مناسب appropriate. suitable تمام، إذا suitable appropriate معناها مناسب. third section القسم الثالث، الله أكبر الله أكبر، communication تواصل، talking about a language learning experience، التكلم حول خبرة تعلم لغة. تمام، يعني تجربة تعلم لغة. read the text below about Sam's language learning experience، اقرأ النص اللي بالأسفل حول تجربة تعلم لغة لسام. what foreign language did you learn، شو اللغة الفورين يعني أجنبي، الأجنبية did you learn اللي تعلمت. Was it easy or difficult to learn it؟ هل كانت سهلة أم صعبة؟ In groups talk about your language learning experience، في مجموعات تكلم عن تجربتك في تعلم لغة جديدة. Make a list in your notebook of the words you need to talk about that you don't know in English، اعمل ليستة بال في دفترك بالكلمات اللي تحتاج تتكلم حولها ما بتعرفها بالإنجليزي. طيب تعال نقرأ النص. I studied German for 3 years when I was in secondary school. إذا درست ألماني لمدة 3 سنوات عندما كنت في المدرسة الثانوية. I thought I was quite good at it. إذا أعتقد أني كنت جيدا في البداية أو في اللغة. But that was before I had an opportunity to interact أو interact with other German native speakers. ولكن هذا قبل حصولي على فرصة للتفاعل مع native speakers يعني أجانب أو ناس ألمانيين، يعني native speaker يعني واحد المتكلم الأصلي في اللغة. تمام، يعني German native speakers يعني مدرس إسباني، مدرس عفوا لغة ألمانية. تمام، يعني لغة الألمانية تعتبر لغة الأم، لغة الوطن، إذا native وطن. I believe that you can really know a language until you have spoken to a native speaker in the language to see if they understand you. تمام، أعتقد أنه لا يمكنك معرفة لغة حتى تتكلم مع متكلمين، تمام، يعني متكلمين من مواطنهم الأصلية، لرؤية إذا هم يفهمون عليك. تمام، يعني بدك تتكلم مع ناس أجانب، مثلا إذا أنت تدرس إسباني بدك تتكلم مع إسبان، مدرسين إسبان، حتى تتأكد إذا هم عم بيفهموا عليك، لأنه ممكن أنت تكون مثلا تحكي اللغة بس عم تحكيها مكسر، عم تحكي ما عم تركب الاستراكشر أو بناء اللغة الصحيح، ما عم تحط الفاعل في مكانه، ما عم تحط الفعل في مكانه. تمام، this way is very helpful to see what you can do in the language، وهذه الطريقة مفيدة لرؤية يعني ما هي استطاعتك أن تفعل في هذه اللغة، يعني شو هي قدرتك على ممارسة اللغة. Another thing that helped me was having a teacher from Germany. إذا شيء آخر ساعدني هو حصولي على معلم من ألمانيا. Because that way I learned a lot about the culture. وبهذه الطريقة تعلمت كثير حول الثقافة. To يعني أيضا. The most difficult thing about German is that there are 3 versions of the article. The one is feminine, one is masculine, and the other is neither this nor that. تمام؟ بحكي لك الصعب كان في اللغة الألمانية إنه كان هناك في 3 نسخ للأداة، أدوات التعريف والتنكير. تمام؟ واحدة بيستخدموها للتأنيث، واحدة بيستخدموها للتذكير، واحدة بيستخدموها المحايد، لا ذكر ولا أنثى. تمام؟ I keep getting them mixed up. كنت أظلني أخربط بيناتهم. تمام؟ أخلط بيناتهم. mixed up يعني أخربط بيناتهم أو أخلط بيناتهم. I think that easiest part of learning German was the alphabet, since it's so close to English. The letters just have different sound. بحكي لك يعني أسهل جزء تعلم اللغة الألمانية كان الأحرف. تمام؟ لأنه كان الأحرف قريبة من الإنجليزي نفس الشكل. تمام؟ بس إنه الأصوات بتختلف. I think that overall German is easier for English speakers to learn because there مش عارف شو مكتوب. So many things in common between two languages. I'm good going to try and learn Arabic now, and I think that's going to be more difficult. أعتقد بشكل عام تمام إنه اللغة الألمانية أسهل سهلة بالنسبة للمتكلمين الأجانب
عشان يتعلموها، تمام؟ لأن هناك كثير أشياء متشابهة أو مشتركة بين اللغتين. أنا الآن راح أحاول إني أتعلم عربي الآن، وأعتقد يلا يلا، وأعتقد إنه and I think that's going to be more difficult. وأعتقد إنه راح يكون الموضوع أكثر صعوبة. Write down notes, answer this question to help you. What have you found easy, difficult, helpful about learning a foreign language? تمام؟ Use your notes to write three paragraphs. نستخدم هاي المعلومات عشان نكتب ثلاث فقرات مثل ما هو كتب، واحد اثنتين ثلاث، تمام؟ What are، طيب إذا هون شو حكينا؟ شو اللي وجدته سهل في اللغة؟ صعب، مساعد، حول تعلم لغة الأجنبي. What are the things apart from language learning the classroom that helped you learn a foreign language؟ إذا شو الأشياء، تمام، غير اللي تعلمتها في الحجرة الصفية ساعدتك على تعلم لغة أجنبية؟ What other languages would you like to learn in the future؟ شو لغات أخرى حاب تتعلمها في المستقبل؟ Do you think that، ما مش عارف شو مكتوب، It's going to be، أتوقع عشان تصريح، It's going to be difficult. Why not؟ طيب الآن راح نكتب لكم إن شاء الله فقرة تساعدكم فيها. بدي أكتب على حالي إني تعلمت اللغة الإسبانية، فراح أكتب I have started learning Spanish since 3 years. بدأت أتعلم اللغة الإسبانية منذ 3 سنوات، تمام؟ The most easy part of this language is the letters. إذا أسهل أو الجزء الأسهل في هذه اللغة هو الأحرف، تمام؟ On the other hand, the most difficult part is speaking. تمام؟ وأسهل جزء هو المحادثة. هاي بالنسبة للسهل والصعب. نروح على السؤال الثاني. What are things، تمام، شو الأشياء غير اللي تعلمتها غير اللي بالصف ساعدتك إنك تتعلم لغة جديدة؟ فراح أكتب There are many things that helped me to learn the Spanish language. Such as، تمام، مثل studying the language through the internet where I found many different resources to learn the language. إذا هناك أشياء كثيرة ساعدتني لتعلم اللغة الإسبانية، مثل دراسة اللغة عبر الإنترنت حيث وجدت مصادر مختلفة عديدة لتعلم اللغة، تمام؟ نروح للفقرة الثالثة. What other languages would you like to learn in the future? Do you... شو لغات أخرى تحب يعني إنك تتعلمها في المستقبل؟ فأنا راح أكتب I would like to learn the Italian language. تعلم اللغة الإيطالية مش عشان يصيبني كورونا، عشانها قريبة من إسبانيا. Because it's very
close to the Spanish language. تمام، لأنها قريبة جدا من اللغة الإسبانية. تمام، هاي ثلاث فقرات كتبنا عن اللغة. فقط تعديل بسيط، هنا نعدل بدل the most easy نحط the easiest. تمام، لأنها مقطع واحد فنحط لها EST، مع اعتقادي انه اتوقع انه هاي القاعدة مش دقيقة، لأنه في بعض إذا بتسمعوا في خطابات كثير بيستخدموا المور والموست مع الصفات اللي لها مقطع واحد، لكن احنا بنتقيد بالقواعد الموجودة في كتابنا. كمان هون بدل سينس في فور. تمام، إذا بنحط فور بدل سينس، لأنه عندنا هون 3 years، 3 years مدة مو محددة من بدايتها. تمام، فأنا ما بعرف بالضبط متى بلشت أدرس إسباني، يعني في تاريخ كم، الساعة كانت كم، اليوم كان، يعني متى كان اليوم بالضبط، شو الوقت، ما مش محدد. تمام، لهذا بستخدم فور سينس لما يكون الزمن محدد. لو حكيت مثلا سينس وحطيت مثلا زمن سينس 2009، فهون بيكون زمن محدد، خلاص معروف بدايته 2009، يعني راح يكون الزمن واضح له بداية اللي هو 2009. Fourth section، القسم الرابع، focus on writing، تركيز على الكتابة، punctuation and informal letter، إذا علامات الترقيم، رسالة غير رسمية. طيب، read this email from Olivia to her pen friend منى. تمام، اقرأ هاي الرسالة من أوليفيا إلى صديقتها منى. add full stops، أضف نقاط، question marks علامات سؤال، capital letters where necessary، وأحرف كبيرة في حال الضرورة. from أوليفيا، إذا أوليفيا بنضيف لها capital أول حرف، دائما الأسماء capital. to منى، منى كمان بنحط لها capital. attachments my family، إذا الموضوع عائلتي. هاي منى، هاو ار يو، مرحبا يا منى، اذا هاي نحطها كابيتال، منى نحطها كابيتال، هاو ار يو الاتش بنحطها كابيتال، اول حرف دائما كل كلمه نحطه كابيتال. هاو ار يو الاي دائما كابيتال وين ما كان موقعها في الجمله. اي هوب يو، طبعا الاي لما تكون مستقله مو جزء من كلمه. اي هوب يو اند يور فاميلي ار اول ويل، اتمنى انه انت وعيلتك بخير. تمام، الآن هون في full stop نقطة، I capital haven't been in touch for some time because I'm studying hard for my exams، يعني ما تواصلت معك هالفترة، أو يعني ما كنت على اتصال في هذه الفترة بسبب أني عم بدرس بجد. تمام، إذا هون بنحط full stops. how's life are you also how's life، إذا how's life هون بنحط علامة استفهام. تمام، كيف الحياة، كيف هي الحياة. are بنحط أول شيء capital هون. are you also studying hard، هل أنت أيضا تدرسين بجد، بنحط استفهام. تمام، هون الـ A capital. this is، طبعا هون بعد علامة الاستفهام دي أرجع أحط capital. تمام، this is the latest photo of my family، وهي هي آخر صورة لعائلتي. تمام، نقطة، please بنحط ال please الحرف اللي بي بنحطه كابيتال. please send me one photo of your family، من فضلك ارسل لي صورة واحدة لعائلتك، حاطين علامة تعجب لأنه يعني فيها طلب ورجاء. do you remember our friend Selma her dad has won a scholarship، إذا هون هل تذكرين، بنحط الدي كابيتال. do you remember our friend سلمى، هل تذكرين صديقتنا سلمى، نحط استفهام. هير الاتش كابيتال، هير داد هاز وون ا سكولارشيب، اباها فاز في سكولارشيب اللي هي منحه. تمام، منحه دراسيه. and they are all going they are all going to move to London
for 2 years. تمام؟ يعني رايحين يسافروا أو يتحركوا لندن لمدة سنتين. تمام؟ كان هون كان نحطها شو؟ طبعا نركز هون في عنا لندن، لندن مدينة، ويعني من الأسماء، أسماء المدن بنحطها أو الدول بنحطها كابيتال أول حرف. تمام؟ كان أول حرف بنحط كابيتال. Can you imagine some people are really lucky؟ هل يعني هل تتخيل أو هل تتخيلين إنه بعض الناس كثير محظوظين لأنه أباها يعني حصل على scholarship؟ دي نحطها كابيتال. Do you think you can come and visit for the summer holidays؟ علامة استفهام. هل تعتقد إنه بإمكانك، هل تعتقدين إنه بإمكانك المجيء لزيارتنا في العطلة؟ تمام؟ أو للزيارة في العطلة الصيفية. We are going to my grandparents' house by the sea in August. تمام؟ رايحين على بيت أجدادي المطل على البحر في أوغست شهر 8. And mom says you can come if your parents agree, please say yes. وأمي بتحكي إنه أنت بإمكانك المجيء إذا والديك أو إذا والداك والداكي وافقوا. أرجوك احكي يس، احكي نعم إنه راح يوافقوا. Love from Olivia، حب من أوليفيا. طبعا أوليفيا هم نحطها كابيتال ونحط آخر شيء فول ستوب. Punctuation commas، علامات الترقيم commas الفواصل. Add commas to these statements and questions، أضف الفواصل إلى هذه الجمل. Before the Egyptians discovered papyrus, people wrote on clay. إذن قبل أن يخترعوا المصريين الورق البردي، فاصلة، الناس كانوا يكتبوا على الفخار. إذن لما بدي أفصل بين جملتين بيتعلقوا بالبعض. Although papyrus was better than clay، بالرغم من أن البابايروس الورق البردي كان أفضل من الفخار، فاصلة، people kept looking for a better material to write on. ما زال الناس يبحثون عن مواد أفضل للكتابة عليها. After the discovery of papyrus, the Chinese invented paper. After the discovery of papyrus, حط فاصلة. يعني بعد اكتشاف البابيروس, the Chinese invented paper. الصين اخترعوا الورق. If you want to send a letter, إذا بدك ترسل رسالة, فاصلة, you need a stamp. تحتاج إلى طابع. If you see my cousin Hisham in the computer shop, إذا بتشوف ابن عمي هشام في سوق الكمبيوتر. تمام؟ فاصلة. Will you send him، أشوف شو هون الكلمة، Will you send him my regards. تمام؟ إذا بتشوف ابن عمي هشام في سوق الكمبيوتر، هل سوف ترسل له تحياتي؟ تمام؟ however until، طبعا هون however، بعد however نحط فاصلة. however ولكن، until the printing press was invented, books were in short supply. تمام، يعني بحكي لك ولكن حتى مع طباعة أو اختراع طابعة الكتب أو اختراع الطابعة، الكتب كانت قليلة جدا. تمام؟ in short supply يعني كانت قليلة جدا، لأنه لسه الطباعة بالبدايتها والورق يعني كميته راح تكون قليلة. أبين ما تطورت الأفكار وصار الورق بالأطنان حاليا. إذن هون الفاصل بعد however، بعد invented. تمام؟ يعني يصير however until the printing press was invented، فاصلة، books were in short supply. spelling، التهجئة، complete the words with the correct spelling، أكمل الجمل بالتهجئة الصحيحة. about 6000 years ago، قبل 6000 سنة، the Egyptians developed hieroglyphic writing that used symbols to represent objects. إذن قبل 6000 سنة المصريين طوروا الكتابة الهيروغليفية اللي كانوا يستخدموا فيها الرموز للتعبير عن الأشياء. Around the same time، حول نفس الوقت،
أو في نفس الزمن سوميريان سومريين رايتنج سومريان رايتنج واز اوسو ديفلوبد الكتابة السومرية أيضا تطورت however unlike the Sumerians who wrote on soft clay Egyptians wrote more on papyrus تمام بيحكي لك بعكس السومريين اللي كتبوا على الفخار الطري المصريين كتبوا على ورق البردي this type of writing material was discovered by the Egyptians 2500 years ago تمام هذا النوع من الكتابة تم اختراعه قبل المصريين قبل 2500 سنة it is تمام it is light and portable تمام يعني خفيف ومحمول قابل للحمل تمام the important discovery made communication among people in the past and today a lot easier and efficient تمام فالمهم يعني عم بيحكوا عن البابايروس بيحكي لك انه هذا النوع من المعدن او النوع من الكتابة تمام تم اختراعه او اكتشافه من قبل المصريين قبل 2500 سنة خفيف ومحمول تمام محمول الورق اللي هو الورق البردي محمول this important discovery وهذا الاكتشاف المهم عمل تواصل بين الناس في الماضي والحاضر اكثر سهولة تمام and efficient وكفاءة أكثر صورة وأكثر كفاءة عشان تكتبوها represent يمثل سوميريان السومريين clay فخار papyrus الورق البردي light خفيف portable قابل للحمل أو محمول efficient كفو linkin words كلمات أو أدوات الربط review مراجعة complete these sentences using the words in brackets and information about yourself. إذا نستخدم هاي الجمل اللي بين أقواس عشان والمعلومات عشان تتكلم عن نفسك تمام. I love reading as well as writing. يعني أنا بحب القراءة كما بحب الكتابة. إذا as well as بستخدم أنا بدي أساوي بين شيئين تمام. إذا واحد I love reading as well as writing. أنا بحب القراءة مثل ما بحب الكتابة نروح للجملة الثانية My favorite sport is تمام My favorite sport is swimming يعني رياضتي المفضلة هي السباحة تمام الآن دي أحط however ولكن however بعد however لازم أحط فاصل تمام However, football is much easier. تمام؟ إذن الكرة أكثر سهولة. أو بدون نحكي much easier. The football is easier. أسهل. تمام؟ نختصر عليكم. الجملة اللي بعدها. I don't eat كذا لأنه كذا I don't eat spinach ما بحب أكل سبانخ أو أنا ما بأكل سبانخ because I don't like ما بحط بيناتهم أي شيء تمام ما بحط لا فاصل ولا شيء because I don't like نقطة آخر اللي بعدها My brother's favorite subject is في عندنا أولدو تمام أولدو راح نحطها أول شيء يعني أفضل مادة لأخي هي فبنحكي مثلا Although English is my brother's favorite language although English is my brother's favorite language بالرغم انه الانجليزي
أسهل لغة لأخي. He doesn't like grammars. إذا بالرغم إنه اللغة الإنجليزية أسهل لغة أو لغة أخي المفضلة، لكنه ما بحب القواعد، بحب مثلا قسم المحادثة. الجملة الأخيرة also معناها أيضا، نستخدمها لتكمل الجملة معينة. مثلا I've been to، مثلا بنحكي I have been. طبعا I've been اختصار I have been، تمام، ممكن اختصرها بهذه الطريقة I have been to France with my parents، يعني كنت في فرنسا مع أهلي. نقطة also my best friend has been there too، وصديقي المفضل كان هناك أيضا. إذا وأيضا صديقي المفضل كان هناك، تمام. إذا also معناها أيضا. Guided writing، الكتابة المقيدة أو الكتابة الإرشادية. Write a short paragraph in your notebook about the different types of writing you use in your everyday life. اكتب فقرة قصيرة في دفترك حول أنواع الكتابة تستخدمهم في كل يوم في حياتك. Then exchange your notebook with a partner to review the choice of vocabulary. بعدين بدل دفترك مع شريكك عشان تراجع اختيار المفردات، sentences الجمل، structure لبناء الجملة، linking words أدوات الربط، and the punctuation marks والعلامات التقييم. Think about this question. الآن بدك تكتب عن هاي الأسئلة. How often do you write letters, cards, postcards, stories؟ كم عدد، يعني كم مرة أو كم مرة بتكتب رسائل، كروت، كروت بريدية، قصص، إلى آخره. شو يعني الكتاب المعين اللي بتستخدمه. What other kinds of writing you do at school؟ شو أنواع الكتاب الأخرى اللي بتستعملها في المدرسة؟ What do you usually write؟ شو بتكتب عادة؟ طبعا هون مو مبين. How often do you send email text messages؟ متى يعني كم عادة بترسل؟ أو كم مرة بترسل مسجات مثلا، أو كم مرة أو كم عادة ترسل مسجات أو رسائل؟ How does your language different when you write these؟ ما بعرف، هون يمكن electronic messages، رسائل إلكترونية، ما بعرف. على أي حال إحنا راح نكتب. طيب أنا كتبت هاي، كتبت فقرة كاملة. I often prefer to write email instead of normal letters، تمام. أنا عادة بفضل إني أكتب إيميلز، يعني رسائل إلكترونية، بدل من رسائل العادية، أو ما في داعي letters، normal letters خلاص، instead of letters to communicate with my friends، للتواصل مع أصدقائي. Although بالرغم من I prefer writing emails، بالرغم إني أفضل الكتابة الإلكترونية. I use writing on my notebook when I am in my class، أستخدم الكتابة على دفتري عندما أكون في الصف، تمام. I usually write emails to my schoolmates، عادة أكتب إيميلات لأصدقائي في المدرسة. To help them out in their studies، ليساعدهم في دراستهم. However، ولكن دائما however بحط بعديها فاصل، تمام. ممكن هون أحط نقطة أو فاصل عادي، لكن أنا راح أكملها. However I send emails every Monday، عاد يعني أنا أرسل رسائل كل اثنين. My language is getting better when I use emails because I have the opportunity، تمام، to correct my mistakes، لأصلح أخطائي easily بشكل سهل، and checking my grammar spell mistakes also، وشيك على أخطائي الهجائية. وأيضا إذا لغتي تتحسن عندما أستخدم الكتابة الإلكترونية، لأنه لدي أو أحصل على الفرصة أو تتوفر الفرصة لتصحيح أخطائي بكل سهولة، والتشيك على أخطائي القواعد، تمام. My grammar's mistake أفضل خلاص، my grammar's mistakes، على أخطاء القواعد. Also وأيضا it suggests، تقترح، suggest me the best words to choose if I use a word in a ring context، كمان بيقترح إلي يعني الإنترنت لما أو الرسالة الإلكترونية أفضل الكلمات لأختار للاختيار، تمام، في حال إذا استخدمت كلمة في سياقها الغلط، فبيعطيني الخيار
الأفضل أو الكريم الأفضل بدل الكلمة اللي استخدمتها في السياق الخطأ، بتكون صحيح الكلمة هي ككلمة صحيحة لكن في سياق خطأ.